حتى لو كان دونالد ترامب مذنبا وتم توجيه الاتهام إليه وإذا سجن بموجب الدستور سيكون ترامب قادرا على الترشح للرئاسة. أعتقد أن التهم مستحقة تماما. ما فعله ترامب لم يكن مجرد تمرد بل كان تهديدا كبيرا للانتقال السلمي للسلطة في بلادنا. تصرف ترامب مس بالعلاقات بين الناس. إذا وجد ترامب مذنبا فهو بالطبع مذنب، لكن في النهاية كل ما وجدوه هو حقيقة وسيؤدي ذلك لتحقيق غرضه. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.